هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من أسوان واللي فيها تم تنفيذ برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية. أما في الشرقية فبيتم تنفيذ كوبري مشاة بالبيس بتكلفة وصلت لـ20 مليون جنيه. كمان في الغربية تم إجراء عمليات جراحية لـ90 طالب ضمن مبادرة عيون أطفالنا، وفي المنوفية تم فتح التقديم الإلكتروني بمرحلة رياض الأطفال. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. فأسوان نفذت مديرية الشباب والرياضة فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية، وبيتضمن البرنامج بجانب الأنشطة الرياضية تدريب النشأ على تصميم وتفصيل الملابس. في الشرقية بتشهد المحافظة تنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة على طريق عبد المنعم رياض علشان يربط من منطقة الشيخ عمر وموقف العايد بتكلفة 20 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم سلم كهربائي ومصعد يستخدم لكبار السن وذوي الهمم وسلم خرساني، وده للحد من حوادث السير. في الغربية بتشهد المحافظة فعاليات المرحلة الأخيرة من مبادرة عيون أطفالنا مستقبلنا، اللي بتستهدف تحويل الطلاب لمستشفى مجهزة بأحدث التجهيزات الطبية لعلاج العيون للكشف الطبي وإجراء عمليات جراحية من قبل استشاريين. وتم إجراء عمليات لـ90 طالب وطالبة من أبناء المحافظة بهدف تحسين صحة الإبصار بين أطفال المدارس. في البحر الأحمر كشفت جداول الوصول لمطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين عن وصول قرابة 25 ألف سائح من جنسيات مختلفة على مدار ساعات أمس، وده ضمن حالة الرواج السياحي اللي بتشهدها القرى والمنتجعات السياحية بمختلف مدن البحر الأحمر. في المنوفية أعلنت المحافظة عن فتح باب التقديم الإلكتروني لمرحلة رياض الأطفال KG1 بالمدارس الرسمية والمتميزة للغات للعام الدراسي 2024-2025 وفقاً للضوابط والاشتراطات المنظمة، ومن خلال الموقع الإلكتروني تيسيراً على أولياء أمور الطلاب وحرصاً على مستقبل أبنائهم التعليمي. في الأليوبية ودعت المحافظة أول فوج لحجاج بيت الله الحرام والبالغ عددهم 88 حاج وحاجة ضمن حجاج الجمعيات الأهلية، مع التأكيد على توفير كافة التسهيلات وإنهاء إجراءات السفر في سهولة ويسر. في المنيا أعلنت المحافظة عن توقيع الكشف الطبي على 1425 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية سمهان بمركز دير مواس على مدار يومين ضمن مبادرة حياة كريمة، مع مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً ولجميع المواطنين في أماكنهم.